تواصلنا يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام في كل مكان اينما كنتم. نتواصل مع هذه الانطلاقات، مع التحديات، مع الابداعات الصباحية. لازلنا في اشواط الصعوب، شوطنا 13 في مجموع اشواط صباح هذا اليوم، خصص مشاهدينا الاعزاء للابكار الصعوب مباشرة مع الصدارة والمقدمة الشاهينية. عبد الله بن محمد بن عبيد المهيري ياتي على الصدارة مع الشاهينية، بينما المركز الثاني القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات والمندفعة ايضا مشاهدينا الاعزاء شعار بن كردوس، سالم بن محمد بن طيب بن كردوس العامري مع المركز الثاني والمركز الثالث القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات الشاهينية. زايد بن سلطان بن زايد المزروعي ياتي مع المركز الثالث، ولكن نعود مع مقدمة الشوط، نعود مع مقدمة الانطلاق. هذه الشاهينية على الصدارة. عبد الله بن محمد بن عبيد المهيري ياتي على المقدمة، ياتي على الصدارة على بداية هذا المسار وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما المزروعي قادم مع المركز الثاني، وزايد بن سلطان بن زايد المزروعي يقدم الشاهينية، ولكن راحت الشاهينية. عبد الله بن محمد بن عبيد المهيري ياتي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. المزروعي يحاول مع الشاهينية مع المركز الثاني، ولكن المهيري صامد مع الشاهينية. عبد الله بن محمد بن عبيد المهيري مع الشاهينية ينطلق انطلاقة الناموس، انطلاقة الانتصار مع بداية هذا المسار. تهانينا والناموس، نبعث لمالك الشاهينية وعبد الله بن محمد بن عبيد المهيري على انتزاع الشاهينية ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت مشاهدين الاعزاء هملولة زايد بن عوض بن نصيب السبوسي، المركز الثالث كانت مشاهدي الاعزاء ومتابعي الكرام الشاهينية وزايد بن سلطان بن زايد المزروعي. هذه نتيجة التوقيت الزمني 2:22. تهانينا والناموس.